نفوس مش هادية. احنا ما نحكي شيء ما موضوع يعني مش نتكبر عثمان. نحن اللي لمسناه بالجروبات في جمهور طاهرة عدو جمهور رحمة والعكس صحيح. يمكن مفهوم غلط، يمكن نظرة كانت غلط، وأنا برجع بقول لك إنه كتير الفانز يا بقرب يا بيبعد. فأنا بدي منك هذه الكلمة يعني لك أعطيك مثل، مثلا طاهرة في مليون منتدى لإلها، أنت بتنوضع بإحراج إنه بدي لك مثلا طاهرة نحن موقع المنتدى الرسمي عليك، طب أنت بتخاف تزعلي هوليك، طب هوليك بحبوكي كمان، أنت هون شو لازم تعملي؟ تدعي الكل ينضم ويتحدوا لموقع واحد أو بتحب الكل؟ صح؟ أنت شو رأيك؟ عندك احتمالين، يا أما إذا عندك 10-20 منتدى تدينهم بليز كلكم اتحدوا وعملوا منتدى واحد رسمي، يا بدك ما بقى يا ما بدك تع يا ما بدك تقرري منتدى رسمي، بدك تقولي للكل أنا بعتبره رسمي، أنا كله تعبوا. هذا الشيء اللي بعمله، بس بخاف إنه الناس تقول أنا عم برا أو عم بتقول الناس هيك لما تفضلي منتدى عن الآخر. يعني يا بدك تخصصي كل اسبوع لحدا واحد، اي منتدى اي جروب في طاهرة حتى كاري هي طاهرة حاولي. حلوة يا ويلي شو الدبلوماسية، حتى منتدى كاري جروب طاهرة ان شاء الله ادخل ان شاء الله ان شاء الله. شخصيتك مغيرة لما كنت بالاكاديمية، شخصيتك بالاكاديمية تغيرت شوي، صارت مركلجة أكثر لما ظهرتي، أو مش حتى لما ظهرتي بالآونة الأخيرة يعني. شو السبب؟ مركلجة؟ لا مش مركلجة، شخصيتك بالآونة الأخيرة آخر بالفاينل تبع السالة أكاديمي لهلا صارت موزونة أكثر. أنا هلا برا ما في أساتذة، ما في حدا بيتحكم بصفاتي إلا أنا، يعني أنا عندي مسؤولية بلد في المغرب، أنا في الدول العربية بتحبني، مسؤولية بدي مس الطاهرة، بدي مس الدول العربية، بدي مس جمهور طاهرة النظيف الراقي اللي حب طاهرة وصلها للشيء، وأنا فخورة فيهم، أنا بعرف إنهم راح يوصلوني لأصل، ولما توصل طاهرة جمهور طاهرة أكيد راح ما مين عم تتواصل أصحابك هلا؟ ميران علي محمد رمضان. محمد رمضان ما عندي رقم. ما بعطيك رقم. شو؟ يعني تقريبا صحبة مع الكل أنت. يعني أكيد إحنا كنا صحبة. ما بني أنا ما بنكون أصلي. يعني الحمد لله إن هيك بنضل. طار سبق وشاركت ببرنامج غير ستار أكاديمي؟ لا. ما فكرتي؟ كان طار في شيء. ستار أكاديمي. حتى براسك ستار أكاديمي. قديش كان عمرك لما غنيتي؟ لما غنيت لما بلشت تغني اكتشفتي نفسي؟ 7 سنين. مين اكتشفني؟ استاذ لإلي بعده متابعك هلا بشوفي؟ كل مرة هو هلا ما بيكون بالمغرب بيزوني مرة. حلو اكيد بدي اعمل شيء معه، هو استاذ، انه لما انا لولا هو ما كنت انا رح تجيني فكرة انه انا بعرف غني، وكيف بغني مع اغنية خليني غني لا طهراء وقفي على المسرح غني مش هيك، لولا هو فانا ما بنسى اصلا ما بنسى الشغل الناس اللي عم ولا انا هلا ما طهرة عم تسعي لشركة إنتاج أو إجاك شركة إنتاج، كيف عم تشتغلي على عمل جديد؟ ما بحب أحكي هذا الموضوع، منه شخصي لا حتى ما أحكي. في شركة إنتاج عم تدعميك ولا في أشخاص مقربين أصدقاء لي؟ أنا بدي بس أوضح شغلة على فكرة، بس فكرت إنه رح يدعم
ما شيء تعب انا ما في حدا بيدعم، ما في شخص بيدعم طهرة انا بدعمك فني اخدي اعملي سافري هيك، مع انه في كتير اميرات كانوا يحبوك وكانوا يهتموا فيك ويدعموك ويصوتوا لي كذا، ولا حدا تواصل معي زيادة بس صعدوني كتير يعني تصوير، بس تصوير إلي خلص صعدوني ما بدي شيء أفضل، أنا خلص اللي بالأكاديمي كتير يعني صعدوني يعني عملك جديد إنتاجك الخاص، عملك جديد إنتاجك الخاص في حدا عم بيساعدك؟ لا أول ما بدي أمضي إنتاج الخاص في أول أول أغنية، أول أغنية كانت راح تكون من إنتاج مش إنتاج مش إنتاج إنتاج أهل يعني أهل ساعدوني. طب وكيف تكمل مشوارك بعدين؟ حس الصعوبة؟ إنه أنا عندي أغنية اللي راح تكون مغربية راح تنجح إن شاء الله. توس دي حط لها نجاح يعني بتطلع حفلات من وراها ممكن؟ طب من بعد ما ظهرت من الأكاديمي عملتي شي حفل شاركتي في زملائك شاركوا كتار يعني ما شاركتي مع أنه سيف كان حافل كتير بالمهرجانات خسارة ما عملت كان بدي أعمل ما سعيتي ما حدا ساعدك في وجدة في مهرجانين بس نعمله في مهرج واحد بس نعمله بدي غني فيه بدي غني في بلدي بنت وجدية بتغني في وجدة بنت مغربية بتغني في مغربية احنا للاسف كان عندنا شغله وحكيناك اذا بتذكري بس فشلت لاسباب خاصه، كان في شيء بالاردن تكريم وحفل وكذا وهيك وما عدنا تابعنا الموضوع فشل يعني كنا حابين نكون موجوده فيه للاسف كان في عدة اسماء اخر كلمه شو بتحب تقوليها لجمهورك؟ اول شيء لجمهورك، ثاني شيء للاكاديمي لولا سعد، بدي أقول لجمهوري المغربي أول شيء بتأسف من كل الدول اللي بتقيمه من كل جمهوري، بس بدي أوجه رسالة لأنه هذا شيء يعني قهرني كتير، فأنا مش المغرب بتبرني منه شيء بيقهر شيء بيحطم، بدي أقول أنا مغربية أولا وآخر راح أضل مغربية وعربية. نعم رولا سعد شو بتحب تقولي لها؟ أبو رولا سعد حي جمهورك جمهوري كمان كل منتدياتي كل جروباتي أي جروب أي ماذا في اسم طاهرة طاهرة تفتخر بيه وعمري ما راح أتجاهلهم وعمري ما راح أتجاهلهم من أي مدة ولا أي مدة. رولا سعد بنت الأكاديمية قوية شخصية قوية كتير، بس من جوا تحس إنه أكيد نحن كنا مثل أولادها بس ما راح تبين إنه هيدا شغل هيدا بزنس هيدا عمل، لازم تكون قوية حتى نحن لأنه أكيد راح يقابلنا كثير أشخاص هيك، فلازم نتعود إنه نصير قوية نتعلم منها قوتها نتعلم منها حبها لشغلنا حبها للمطابرة لحتى توصل لحتى توصلنا، عرفت كيف؟ فتعلمت منها كثير أشياء من غير ما هي تحس إنه تعلمتها. شو بتحب تقولي لموقع خبر عاجل اللي كنت انت نجمة غلاف مرتين اللي احنا عملنا كمان تصويت وكسبت التصويت عن بعتقد فاق 10,000 صوت بعتقد حصلتي على نجمة غلاف منا نحن شخصيا وجمهورك مثل ما كمان صورتك بالاكاديمي صوت بالموقع وكمان طلعتي نجمة غلاف مرة ثانية، شو بتحب تقولي للموقع؟ بدي اقول شكرا لموقع خبر عاجل على هيك استضافة كثير اشياء والحمد لله انتم سمحتوا لي بالفرصه اني اوصل هذا الرساله، بتمنى انها توصل مثل ما هي صوتا وصوره اكيد متاكده انها بس حابب اعرف انه اذا شيء عندك بعد حابه تقولي للجمهور في شيء بده يتوضح ما وضحناه؟ بدي اوضح انه شغله طاهره بتفكر لي بزواج زوجت الفن انت هلا بعدي ربنا على شخص، إذا الله بده أي شيء رح يصير اللي الله سبحانه وتعالى كتبه فوق ما حدا رح يفرق ولا حدا رح ما حدا رح يغير، اللي الله مقرب من فوق مع بعض ما حدا رح يفرق مع بعض. بس أنت شخصيا ما مفكرة بالزواج واللي بعد مو الله شيء تاني. بدي أقول
حي مغرب. حي هيك. يعني الله شرحه. أصدقائي. وراء الجميع. ما بدي شرحه. أصدقاء لي كتير. بدي يسلم ماي فاك. كل شخص ترى شيء لي. رحمة. هيك. أبهذا متخى. جوها الحلو. زينة بضحكتها وطيبتها. نصيف بصوت العريق يعني. كلهم عنده أصوات بس نصيف عنده هيك صوت. ضخم. يعني ضخم كتير ما شاء الله عليه. رمضان يعني هيك. بيصبروا على رحمة. بيصبروا. لا مش بيصبروا على رحمة لكن يعني هيك بعصويته وهضامته كمان. سلطان صديقي مغربي صديقي. كبتهم حنان هيثم باسل. صداقة بيني وبينه أكثر صداقة نظيفة عن جد. مهدي. مهدي يا الله شو مهدي يا الله على القلب. وعلى عقل كبير يعني عنده توازن عقل ما شاء الله عليه. مرار حبيبتي ما شاء الله عنك ما شفتي حدا. كنت لما ببكي مرار مرار ما حدا بحس اني اختي. مرات بقول مرار بحس اني اختي نفس مرار نفس كارستي نفس الشخصيه. كان زمانك سخيفة انت بالأكاديمية. شو؟ زمانك كانت سخيفة. كان أي شيء؟ شو برجي؟ ميزان؟ عادي مزبوط انت؟ صدقتي. حاولي صدقتي. ما بقدر. كثير اشياء كنت بتقهرني بس أكثر شيء فرقي على الأقل. بس كان بيصبرني من أساسي كان حوالي. كان شيء بيشجع، جمهوري بيشجعني. كل مرة تصويت برجع. الله. أصدقاء يعني كيف معهم كيف جو حلو ناسي نفسي خالص نفسي كتير. بكل حال احنا بدنا نتشكرك ونقلك اهلا وسهلا بلبنان المنورة من موقع خبر عاجل وقصة خبر عاجل بتمنى لك التوفيق. احنا عندنا ايمان كتير كبير انك تكون ستار وخاصة موقع خبر عاجل اللي ما صاروا زمان فاتح ولكن كإدارية يعني من ستار اكاديمي 1 دار 7 احنا داعمين المغاربة ونوحدهم دائما واهل المغرب يعرفوا بيشهدوا على هذا الشيء. فنحن نتمنى لك التوفيق.